أكبر الله أكبر هشام أكبر هشام أكبر صحابي حر هشام أكبر صحابي حر هشام كان المفروض أنه تكون قمة عربية أفريقية نهار 12 نوفمبر من على 5 أيام، هذه كانت مبرمجة. ولما محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية طلب قمة استثنائية لجامعة الدول العربية أيدوه السعوديين، ومن بعد قالوا مادام احنا مبرمجين قمة عربية افريقية فخلي في عندكم قمة استثنائية تاع الدول العربية، خلي من افريقيا يشاركوا معنا، الموضوع هو ما يحدث في غزة، القضية الفلسطينية. دونك في عوض اللي دول عربية فقط كنا نزيدوا معها الدول الافريقية اللي تكلم. داو التحذيرات، في التحذيرات حطوا القائمة تاع البوليزاريو، قولوا من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية السعودية ما استعرفوش بها هذه. احنا راح نتكلم على الإرهاب، والإرهابيين راهم يقتلوا، راهم يبعثوا في صواريخ، حتى هما لا مدنيين، راهم يقوموا بنفس العمل تاع الصهاينة اللي يقبلوا في غزة في المدنيين. هذا هو السعودية قال لك هذا نعرف. إذا رئيس السفير السفير السعودي بحث رسالة معي نوريها لكم. هذه الرسالة قدامكم، نو ما تقدرش تجي هكذاك. السفير السعودي بعث رسالة إلى رئيس لجنة الوحدة الإفريقية، بعث رئيس الديوان يقول له باللي القمة الخامسة العربية الإفريقية اللي كان من المفروض أن تعقد يوم 11 نوفمبر 2023 في الرياض نلغيوها هذه القمة. طبعا تجي دولة تنظم تلغي قمة على جال جمهورية احنا مستعرف بها، دولة ما تكزيستيش، وكانت تسربت المنظمة الوحدة الافريقية في وقت الغفلة. المفروض اللي كان سبب في دخول هذه الجمهورية الصحراوية للاتحاد الافريقي، واللي يعتبر الراعي الرسمي لها، واللي يعيش فيها ودار لها ميزانية بدراهم الشعب الجزائري مسروقة، دراهم مسروقة، لأنه هذه الدراهم اللي يدي فيها البوليزاريو من الجزائر ما توجدها في حتى خانة من قانون المالية تاع الجمهورية الجزائرية، ما كانش، ما اكزيستيش، منين جاو دراهم يسرقوا فيهم سرقة، والآخرين يحجزوا المسروق سديرو سولور. من المفروض لما السعودية ترفض، العصابة الحاكمة في الجزائر تدافع على الجمهورية الصحراوية الديمقراطية العربية، دافع عليها
قالوا علاش وكذا ومنا وتزيد. قول لهم بيسك السعودية تعرف احنا ننظموها في الجزائر، ننظم القمة في الجزائر. عربي ما يجيك، دولة عربية واحدة ما تجيك. لا بروف في اجتماع القمة تاع الجامعة العربية في الجزائر في نوفمبر 2022، العصابة ما تجرؤوش يذكروا ولو بالمعنى برك البوليزاريو وجماعتهم والو ريالتو. بعد يقول لي الدبلوماسية الجزائرية، وما الدبلوماسية الجزائرية واستعاد مكانتها وتبون أعادة، تبون أعادة الدبلوماسية. مسخر انت منك صح؟ سيش تقول لي السعودية قال لك ترميني سي ترميني، تسكت تبع وتسكت، ما عندك حتى دبلوماسية. داير في الوقت الناس لا تياب غزة ولا تياب كذا، وزير الخارجية الجزائري وين راه؟ وين راه وزير الخارجية الجزائري حمد عطار؟ هذاك نحكي عليه مورشينغ. هشام عباس صحابي حر، هشام عباس.